مشاهدينا الأخبار الرياضية مع عزدين بوهرو، أهلا بك عزدين. أهلا بك أنيسة ومرحبا بكم مشاهدينا إلى الأخبار الرياضية، وبدور نرحب بمحمد أمين عزوز صحفي بجريدة المجاهد. بارك الله فيك، مرحبا بك معنا ونشكرك على تلبية الدعوة. قبل بداية النقاش إذا معك، نشاهد هذه الورقة بخصوص المجموعة التي كان فيها المنتخب الوطني في قرعة الأمس. لم تكن قرعة كأس الأمم رحمة بالمنتخب الوطني، وأجبرته على خوض صدامات مبكرة مع عمالقة الكرة الإفريقية. المنتخب الوطني جاء في المجموعة الثالثة، مجموعة الموت أو المجموعة الحديدية، اختلفت التسميات، لكن المجموعة ستكون للتأكيد ورفع التحدي. فالمنتخب الذي يريد التتويج بالكأس الذهبية عليه تخطي جميع العقبات التي تصادفه في الأدغال السمراء. أول عقبة ستكون نجوم غانا البلاك ستارز، والذين يلتقي بهم عناصر الناخب الوطني كأول تحد في المجموعة، حيث سيبحث غوركيف عن إثبات المشوار الجيد له خلال التصفيات، فيما ستجمع المباراة الثانية الخضر بالمنتخب الجنوب إفريقي والذي أقصى نيجيريا بطلة النسخة الماضية، ليواجه في ثالث مباراة له منتخب السنغال والذي استعاد شيئا من أمجاد ماضيه بقيادة المدرب آلان جيرس. إذن هي مجموعة صعبة ومهمة أصعب في انتظار تأكيد السمعة العالمية التي صار يتمتع بها زملاء إبراهيمي في مشوار تحقيق النجمة الثانية. محمد أمين، كسؤال أول نبدأ به أكيد هو أن كل المتابعين لكرة القدم بدأوا يشككون في قدرات المنتخب الوطني ربما في اجتياز هذه المجموعة، مجموعة الموت. انا كان البارح كي تندار تيراج او سور جي روسو دي زابيل صحابي، واحد قال لي راه خلاص برومي تور ما تجوزوش، ميم با ما تجوزوش ما تجوزوش، نلعبوا تروا ماتش ونجيو. نلعبوا تروا ماتش ونجيو. انا ما فهمتش، انا يعني الفريق الوطني تاعنا الى ان سيرتان نيفو، يعني كي ريكوني بار كاع لي انستونس فوتبوليستيك سواء افريكان ولا مونديال، ولا يعني رانا 15 في الترتيب فيفا، رانا 18 كنا 15 دوك مع لا ديفيت تاع المالي ولينا 18 اكزاكتومون بور لا بريسيزيون بور لا كوريكسيون. والفريق تاعنا ما نساوش لعب ا دو ريبريز كاس العالم، يعني في 2010 في لافريك دو سود و 2014 في البرازيل، في البرازيل، ويعني كان المستوى تاعو جاي جد وحسن، يعني درنا مقابله كبيره مع بطل العالم المانيا. وفي لافاز فينال اوني بريسك لا ميور ايكيب باسكو اوني لا سول ايكيب اللي دارت 15 بوان في ليزيليميناتوار. دوك واحد يقول لك في ليزيليميناتوار بالك ما لعبناش مع فرق كبرى، ولكن لازم تفوز. حنا شفنا اثيوبيا راحوا فازوا في مالي مثلا، يعني حتى مقابله ما فزناها ما كاش مقابله سهله في هذا المستوى، كل مقابلات يعني لكن لازم ناخذها. ولكن الفوج تاعنا صح هو فوج صعب، وانا بيرسونال ولكن ما لازمش نتسبقوا الاحداث يعني. لا انا كونترير، انا شفت دي زيميسيون تاع دي زيميسيون سبيسياليزي تاع قناه في اعلى مستوى رشحوا الجزائر، يعني علاش هذا التشاؤم؟ علاش احنا ما لازمش نشكوا في الفريق الوطني؟ من جهه نقولوا لازم نديو لاكوب دافريك، وكطحنا في جروب صعيب ما نديوهاش، مالا كيفاش تديها؟ تديها تقاعد، لازم تتعب، لازم تسوفري. كما على بالنا بلي صرح غوركيف انه اللي حاب يدي كوب دافريك لازم يجوز على هذه المنتخبات وينتصر عليها. لازم نكونوا الاقوى باش نفوزوا، وحنا عندنا امكانيات باش احنا ديجا دوك رانا مصنفين اقوى فريق في افريقيا، حبه من حبه وكارهه من كاره. دوك تقول لي سور بلون تاكتيك ربحت مع اثيوبيا وربحت مع مالاوي، اي روح انت ربح، انت قالنا روح ربحهم، احنا ربحنا. يعني درنا كيف بلي المنتخب اليوم قادر يجوز من هذه المجموعه؟ سي قادر يجوز، اوني لي فافوري، اوني باغمي لي فافوري. انا باش ما نضغطوش كثير على الفريق الوطني باسكو دون ان تورنوا سي ديفيسيل، فهمت جيري وما تقدرش تعرف لا رياكسيون. لازم الفريق الوطني يكون في احسن مستوى من كل النواحي، يعني خاصة من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الذهنيه، يعني اللاعب لازم
ما لازمش نديرو بلوس كي نوفو وما لازمش نديرو قل، لازم سكيلفو. يعني عندنا كل في هاد المجموعه مفتوحه، يعني مفتوحه لكل الاحتمالات، ولكن الفريق الوطني تاعنا كيقولوا طحنا مع ديزيكيب ديفيسيل. نظن باللي في الغانا الشعب الغاني اللي تحب الفريق تاعو يقول قالنا او احنا قالنا وعرس الجزائر، طحنا مع الجزائر والجزائر، يعني الجزائر دوك عندنا هيبه والفريق تاعنا قوي وعنده كل الامكانيات باش ان شاء الله كي ولا كان في احسن فورما باش يتخطى هذا الفريق. حتى اليوم شفنا تصريحات مدرب غانا الجديد ابراهام جرانت، قال بلي انه المنتخب الغاني ما راهوش مرشح لينيل الكاس. يعني شفنا نوعا ما رجع هذا شيء اخر، هذا شيء داخل في الاتصال في لا كومينيكاسيون، كل مناخب وكل فيدراليه كيفاش سامونير تكومونيكي. هو هذا مثلا كيقول هكذا باش ينحي الضغط على الفريق تاعو. احنا على بالنا في كاع التقنيين يحطوا غانا من بين الفرق المرشحه باش تفوز، خاصه بالنجوم التي تمتلكها. باللي الفريق الغاني عنده تقاليد في كاس افريقيا، صح ما فاش بها دوبي 82، بصح لعب 8 نهائيات يعني، وفريق مؤلف بهاد لي غران تورنوا كوب دو موند، كوب عنده نجوم كبار بطريقه انتظاميه. ربح 4 كوب دافريك وخسر 4 فينال، يعني نقدروا نقولوا بلي هذا الفريق متعود يروح نصف النهائي ربع النهائي النهائي، فريق يعني صعب. حتى المنتخب السنغالي امين عنده عاد في التصفيات الاخيره ويحقق نتائج كبيره. لي تروز ايكيب ليهم في الجروب تاع الجزائر في مستوى عالي، ولكن الجزائر كذلك في مستوى عالي، وحنا الفريق الوطني تاعنا كي نلعبوا في هذه المناسبات ونلعبوا سو جور دو رونكونت متعودين نعملوا مباريات كبيره. بالك انا نخاف لو كان طحنا مع فريق مثل الكونغو ولا تحقرهم ولا، وهما بالك هما اللي صعبوا لك، ولكن مقابلات كيما هذه الفرق الثلاث تلعب كره القدم وما تلعبش بطريقه دفاعيه، ولو زعما في كل فريق لا باس ديفونسيف شيء مهم جدا، يعني لازم تكون عندك قاعده دفاعيه في المستوى باش تقدر تحقق نتائج. دونك حنايا هذه مقابله اوفرت، يعني انت تصور تقول مقابله جزائر غانا بالك تكون سيري من الناحيه التكتيكيه، ولكن الفريق الغاني يلعب باش يفوز. حنا كيف كيف ماشي قال الفريق هذا ضعيف وحنا واعرين بالك يتكتلك من اللور وفهمتي سنا كاشو كازوي ماركي يخدعك ولا. حنا شفنا مقابله كنا متاكلين نربحوها فاصيل مع ملاوي في 2010 في كاس افريقيا خسرنا 3-0، ما يا دي ريزون سا. وشفنا مقابلات اخرى مثل المقابله ضد كوت ديفوار اللي كانوا فافوري في 2010 وفزنا عليهم 3-2. لكن امين اسكو من الجيد انك تدخل بطوله بحجم كاس افريقيا بمباريات كبيره ضد جنوب افريقيا المباراه الاولى، بعدها غانا والسنغال. شوف بيسك القرعه سي دو ازار، فهمت القرعه سي دو ازار، دونك انت كي تروح للافاز فينال ويكون اسكو هذا الشيء راح يفيد المنتخب الوطني. انا نظن يفيد، كي تكون فريق كبير لازم تكون واجد في كل وقت بري وكاباب تربح نيمبورت كال ادفيرسير، وشنو لا رياليتي دو تيران هذيك واحد ما يتحكم فيها. حنا نتكلموا دوكا مسبقا ونعطيو التكهنات وعندنا وهكذا، بصح لا رياليتي دو مو في نهار المقابله هذيك لازم نتقبلوا نتيجه المقابله. بعد المقابله فزنا نفرحوا، درنا تعادل شويه خسرنا نتقبلوا، لازم نكونوا رياضيين باسكو المقابله تلعب اولا ماشي غير في الجرائد، ولو في الجرائد ووسائل الاعلام عندهم ان بوا عندهم، باسكو تقدر تضغط تقدر دير بريسيون تقدر تحفز تقدر دير اشياء كثيره، ولكن اللاعب لازم يقعد كونسونطري على لوبجيكتيف تاعو على العمل تاعو على بريباراسيون تاعو على كونسونطراسيون تاعو. وحنا عندنا جينيراسيون دو جوار على مستوى، راك الصحف الاوروبيه تتكلم على ابراهيمي، تتكلم الفرق الكبرى يتكلموا على فغولي ابراهيمي سليماني محرز، يعني عندنا امكانيات رانا في اون جينيراسيون لازم بروفيتيو منها. باسكو فايدالي لوزيتش كان عنده وقت بنى الفريق جلب هو مساعد رئيس الفيدرالية جبدوا احسن لاعبين جابوهم الفريق الوطني اللي لعبوا في لي كلوب اوروبيان كونا فريق، يعني هذه كانت اصعب مرحله. دوك غوركوف يكمل البناء يمد اللمسه تاعو يمد اللمسه تاعو الى انتيليجون. انا شفت اللاعب السابق في ايميسيون في قناه اجنبيه زاوي كان يلعب في كوت ديفوار قال بلي مثلا انا كنت متمني غوركوف يحكم فريق كوت ديفوار تلمو معروف في فرنسا. واذا طرحت لك سؤال من هو الناخب الوطني اللي يفضلوا محمد امين، يعني غوركوف ام علي لوزيتش؟ انا لي خدم رجعتنا للمرحله انا لي خدم الفريق الوطني ان نكون معاه، كانت مرحلة ألي لوزيتش يعني الله يبارك ما نستكروش خيره، يعني عمل كامل عمل جبار، ولو يا دي لون كي سو ديلي كريتيك بون معليش كريتيك كونستركتيف، يعني هذا ألي لوزيتش ماهوش كامل دار أخطاء، ولكن دار عمل فريمون يعطيه الصحة. أنا هذا بالعامية نقول لك يعطيه الصحة،
دوك جا دور غوركوف، حنا ما نوليوش للوراء، حنا نهضروا على المستقبل. المستقبل شفنا غوركوف يعني حد الان الى ريوسي سا ميسيون بروميير، يعني 5 فيكتوار سور 6 ماتش، يعني واش نطلبوا له اكثر. لكن امين في هذه النقطه البعض يتحدث انه المنتخب ما واجهش فريق قوي. والله يا خويا زدين انا نكره هاد لو سوجي، ما نضلوا نهضروا في لا ميم شوز، نخترعوا حاجه واحده اخرى. ما تلاقيناش مع قوي فريق قوي، حنا واش راح لينا تلاقينا مع فريق قوي ولا مع فريق ضعيف؟ ولا حنا تاهلنا دوك عندنا لي جوار، عندنا قاعده نسيو ان شاء الله. قلت حنا الفريق الوطني ما لازمش نغونفليوه، سي جو بو بيرميت ليكسبريسيون، ما لازمش نغونفليوه اكثر من لازم، نعطيو له حقه. حنا وني كونديدا باش عندنا لي موايا، عندنا الامكانيات الماديه والتقنيه، وعندنا اللاعبين اللي لازم والمدرب اللي لازم باش نقدروا نطمحوا نديو كاس افريقيا. ودوك حنا كنقولوا نديو كاس، ما دخلناش في علم الغيب، كاين امور كثيره تصرف كاس افريقيا. الفريق الوطني من المرشحين الاولين باعتراف السبيسياليست على الفوتبول مونديال باش نكونوا مترشحين باش ندو كاس افريقيا. ودوك من بعد داك نشوفوا كي تلعب في افريقيا، صافي با دير سي لا فان دو موند، دوك ما نديوهاش، بصح لازم يكون عندنا طموح باسكو مازال ما لعبناش الكوب دافريك. دونك اللاعب يروح باش نحيو الكومبلكس هذاك تاع نروحوا هكذا وما على بالناش، نو نروحوا باش نسيو بخومي اوبجيكتيف، نسيو نروحوا الى ابعد مستوى كي تلحق لا دومي فينال ولا فينال، ومع تو تي بوسيبل. واش من المنتخب اللي نتخوفوا منه اكثر في هذه المجموعه؟ غانا، السنغال، ام جنوب افريقيا؟ والله يا عزتين تمني، انا هكذا ابريوري نقول لك الغانا، ابريوري نقولوا الغانا باسكو ايزون بلوس ديكسبيريونس. ولكن كي تشوف التركيبه تاع فريق جنوب افريقيا اربع سنين هو يتكون، هما لي كونستيتوي دو جون جوار شبان وعندهم مهارات كبيره، وفريق السنغال بدا يولي في المستوى تاعو، شفنا في التصفيات مع الان جيراس يعني تحسن. هي ابريوري يقول لك غانا، بصح انا بور موا لازم كل ادفيرسير عنده، باسكو لوبجيكتيف تاع الجوار ماشي يقول لك هذا غانا اهم من كاع السنغال ولا كل فريق عنده الحجم ديالو. الملعب تدخل افيك اون سولي دي اون تيت نربح، لازم نكون اقوى باش نربح. دونك تدخل افيك لو ميم ايطا ديسبري مع لي تروا زيكيب، ما كانش انا اوتر ايطا ديسبري مع الغانا ومع السنغال نلعب بعقليه واحده اخرى. كي تشوف الاحصائيات، نشكر زميل حموش بن سليمان اللي عطاها لنا في اخر لحظه، يعني كي تشوف المقابلات اللي تجرات بين الجزائر وهذه الفرق الثلاثة، عندنا إحصائيات تقول مع فريق جنوب إفريقيا لعبنا ثلاث مقابلات، درنا دو ماتش نول وخسرنا، يعني جامي ربحنا عليهم، ربحنا معاهم. بدينا نتجهوا نحو التشاؤم. لا 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 لا، ولكن لي دوني شونج، يعني هادو إحصائيات، نهضروا على لي كونفرونتاسيون لي دو سيليكسيون، بصح سافي ريان دير هادي سي. وناخذوا غانا باغ اكزومبل، لعبنا معاهم 9 ريبريز، ربحناهم 3 فوا ودرنا دو ماتش نول وخسرنا 4 فوا. والسنغال 18 مقابله ربحنا في 9 مرات و 5 ماتش نول و 4 ديفيت، يعني تعطيك ان بو ابوبخي ليستوريك تاع هاد المواجهات مع هاد الفرق. انا جو بونس ان شاء الله كي نكونوا متفائلين ونعاملوا كيما لازم والفريق يتحضر كيما لازم، عنده لي موايان باش يروح الى ابعد. نتحدث ولو قليلا عن مباراه تونس الوديه، اسكو اليوم الاتحاديه الجزائريه احسنت الاختيار بالنظر الى المنافسين تاع المنتخب الوطني؟ نظن لا، باسكو دو بريفيرونس دير ابخي التيراج او سور تخير الفريق اللي تلعب معاه بارابور لي زيكيب اللي عندك. ولكن دي فوا عندك ما كانش فيه الوقت، عندك دي زيرون كالوندريي باسكو تنتظر كثير والاخرين لي زيكيب يديروا لي ماتش تاعهم ما تصيبش ان بون ادفيرسير. نظن مقابله، كل مقابله عندها لا ناتور تاعها. مع الفريق التونسي مثلا فريق من الناحيه البدنيه مليح، فريق يلعب كره، معليش صاغي سيت ماتش دو بريباراسيون امبورطون ليكيب باش دير لي زوتوماتيزم تاعها. امين يعطيك الصحه ونشكرك، ان شاء الله فدناكم شويه. ان شاء الله يعطيك الصحه، فتنا بزاف ونتلاقوا فيك فرص اخرى ان شاء الله للحديث اكثر. اليوم ما عندناش الوقت كثير، لا غالب انيسه نعاود نولي لك. شكرا لك عبدين، شكرا لك امين عزوز. اذا مشاهدينا، من الاخبار الرياضيه الى الثقافيه بعد قليل.